شي شنو هو المشكل هنا في هذا؟ سمعنا بان شي اب قال لك يختص بنته وما فهمتش شنو وقع. شفنا مجموعه العنف اليوم، بغينا نبلغوا، بلغنا البارح وبغينا نتاكدوا اليوم، عيطنا ليكم باش كما طرا الدري ريان وقف مع المغرب كامل، بغينا حتى حنا الدري وقف مع المغرب كامل. الدريه عندها 5 سنين كيختص بصباعها، عندها عنده حضانه ديال 3 الوليدات، الدريه الكبيره 5 سنين، الدري الثاني 3 سنين، الدريه 5 شهور، يعني كلهم عرضه. حنا دابا انا تاكدت ان الكبيره مختصه، الاخرين ما عرفتش. كتجي ليا الكبيره انا خدامه في امها وهي ما كتجبرين عوومه، الشهر هذا اكتشفت ان هي عوومتها ماشي في حاله مكرسه بزاف. صافي سكت انا، حتى واحد ما بغى يوقف معايا، السيده اللي خدامين معايا تخلاو عليا، قال لا ما عندكش مسؤوليه. شحال باش اكتشفت هذا الشيء؟ شهر دابا. شهر صافي وانا نرجع الله. البارح في الصدفه عاوتاني خدامه جاب لها السيده تاع امها، صافي انا السيده ملي دخلتها ملي دخلتها عيطت لها قلت لها شوف رد ليا اشنو طاري لها شنو طاري، قلبيها وشوفي. بالفعل ملي قلبتها قاده ماشي في بيئها وولي فيها، انا الدريه مكرفسه مكويه بالدار ومضروبه. انتم شكون اللي اكد لكم بان الدريه مكتسبه؟ قلبنيها الله ينعس الشيطان. لا واش واش ما عرفتش واش مجرد انه داك الشيء شخصي او ديتو عند الطبيب؟ لا دابا ملي كنحك ليها كتعقر، كتقول لي راه في يدي يدي، كنقول لها شكون دار لك يدي؟ كتقول لي بابا، بابا اللي دار لي يدي. يعني تفاصيل يعني احنا عيالات راه عادي غنقلبها غنعرف. وهاد الناس هما حاضرين معاك لهاد الشيء هذا واخا قد السيده انت تشوف. راه الدريه مختلفه، انا قلت ليها لا طير على الشيطان ما عرفتيش. صافي انا ملي كنقرب للدريه كنقرب ليها كنت توعد، ملي قلت ليها واش بابا كيدير لك شي حاجه قالت لك اه بابا كيدير ليا واللي كيدير ليا. صافي انا ما تاكدتش ملي خرج قلبناها، حيت المشكل اصلا الدريه بزاف قويه بالكار ومضروبه، وملي كتدوي معاها كتخلع لك لا ما تضربينيش بحال اللي كيدير ليا بابا وما تقسينيش بحال اللي كيدير ليا بابا. شويه ولات كدير في واحد الاعراض ان ديال السيده كتمارس مع ديال الجنس ديال الجنس. صافي انا ما تاكدت ديك الساعه بسكيتو. جات السيده البارح جات لعند الدائره بالغات، صافي هذيك الحنين اليوم جينا بغينا نتاكدوا على هذا السيد هذا باش يتقبض عليه، حيت راه ما يمكنش الدريه عايشه جحيم انها في عمرها 5 سنين راه اعتداء راه ماشي ساهل. صافي بحال هكا انا ديت لي الدريه ما قلت لي حتى شي حاجه، قلت ليها انت خويا شري ليها الطوبه ديال راسها وهذه صافي. يعني هو تا هذيك الفتره باش يخلي لي العوومه ما خلانيش، واقف حدا الباب كيتسنى امتى تخرج الدريه باش ما تقول والو. اه باغيها امتى تخرج، ملي كتقول لك كتقول لك لا كيقول لي بابا ما تقوليش. صافي حنايا شرينا ليها بهم باش طلعت الدريه الحاله لا يعتلى انا بالنسبه لهذاك المنظر ما. وهاد السيده هادي بنت البارح جات بلغات الاجراءات اللي داروا معاها راه دابا بلغتو. اه بلغات اللي البارح السيده دابا خدا عمرتي. شكون اللي بلغ دابا؟ هاد السيده تا هي مسكينه تا هي داخله معانا في الحمام. اه تا هي معاكم في الحمام وخاطينا ديك السيده نسمعوا اش كتقول.